عندي يا خمسة يا ستة تاتوز. خمسة خمسة I think خمسة. عندي عقيدة من هون وعندي وحدة هون وعندي هون اثنين ووحدة تحت. بس واحد يعمل تاتو وحدة كل واحد بفكر انه يلا بس تاتو وببلش اول شيء انه بدي اعملها بمحل مش مبين كثير وهيك، بس انه مع الوقت هي بتصير مثل mental state واحد يبقى عم يقطع فيها، فبيعمل تاتو هيك it represent هيدا المرحلة يمكن بحياته اللي عم يقطع فيها، فبعدين بصير يحبها لدرجة بصير بده يعملها بمحل عطول يشوفها.